البحث الثاني عقيدة الإمام أبي حنيفة. أقوال الإمام أبي حنيفة في التوحيد. أولا، عقيدته في التوحيد والله والله وبيان التوسل الشرعي وإبطال التوسل البعدي البدعي. قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء والمأذون فيه المأمور به. ما استفيد من أقواله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال أبو حنيفة: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أو بيانك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. وقال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمع قاضي العز من عشاء عرشك أو بحق خلقك. ثانيا، قوله في إثبات الصفات والرد على الجهمية. وقال: لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين وغضبه ورضاه صفاتنا من صفاته، بلا كيف، وهو أقوال أهل السنة والجماعة، وهو يغضب ويرضى ولا يقبل غضب عقوبته ورضاه ثوابه ونصفه كما وصف نفسه. أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حي قادر سميع بصير عالم، يد الله فوق أيديهم ليس كأيدي خلقه، ووجهه ليس كوجهه خلقه. وقال: وله يد وجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن. فما ذكر الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه والدليل والنفس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال إن يديه قدرته أو نعمته، لأن فيه إبطال الصفات، وهو أقوال أهل القدر والاعتزال. وقال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذلك لله بالشيء، بل يوصفه بما وصف به نفسه، ولا يقول فيه برأيه شيئا. تبارك الله وتعالى رب العالمين. وما سئل عن تزاول الإلهي قال: لا ينزل بلا كيف. وقال أبو حنيفة: والله تعالى يدعي
من على لا من أسفل، لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. وقال: وهو يغضب ويرضى ولا يقبل غضبه عقوبته ورضاه ثوابه. وقال: ولا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه، ولا يشبه من خلقه، لم يزال ولا يزال بأسمائه وصفاته. وقال: وصفاته بخلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويسمع لا كتسمعنا، ويتكلم لا ككلامنا. ولا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين. وقال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وقال: وصفاته الذاتية والفعلية. وما الذاتية؟ فالحية والقدرة والعالم والكلام والسمع والبصر والإرادة. وما الفعلية؟ فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من وصف من صفات الفعل. لم يزال ولا يزال بأسمائه وصفاته. وقال: ولم يزال فاعلا بفعله. وفعل صفات في الأزل، والفعل هو الله تعالى، والفعل صفات في الأزل، والمفعول مخلوق، وفعل الله تعالى غير مخلوق. وقال: من قال لا أعرف ربي في سماء أم في الأرض فقد كفر. وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش في السماء أم في الأرض. وقال للمرأة التي سألته: أين إلهك الذي تعبده؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى وهو معكم في سورة الحديد آية 4؟ قال: وهو كما تكتب للرجل إني معك وأنت غائب عنه. وقال: كذلك يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه. وقال: إن الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قوله تعالى وهو معكم سورة الحديد آية 4؟ قال: وهو كما تكتب للرجل إني معك
وأنت غائب عنه. وقال: قد كان متكلما ولم يكن كلام موسى عليه السلام، وقال ومتكلما بكلامه وكلام صفات في الأزل، وقال ويتكلم لا كلامنا، وقال وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال الله تعالى، وكلام الله موسى تكليم سورة النساء، وكلم الله موسى تكليما سورة النساء آية 164. وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام، وقال القرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى اللسان مقروء وعلى النبي صلى الله عليه أنزل، وقال القرآن غير مخلوق. والسلام عليكم.